وبعدها أدعو الطالبة فرحة عثمة بنت عبد البر من الفضيلة عليها أن تأتي وتحفظنا جميعا بخطابها الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رئيس الحفلة والمعلمون والمعلمات وأخواتي العزيزات، أنا أختكم في الله فرحة عثمة بنت عبد البر من الفضيلة الأولى، أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة حول موضوع العبادة في زمن الفتن. يا عباد الله وإماء الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى، كما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون والمسلمات، خلق الله تبارك وتعالى الخلق لعبادته، كما قال في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لها آثار عظيمة على الناس، ولا سيما في زمن الفتن والأزمات، كما رواه إمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي. العبادة أيها المستمعون والمستمعات، بمفهومها الواسع والشامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف وقراءة القرآن والذكر والدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة، كل ذلك من أنواع العبادة. فهي تشمل العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة القولية. قال الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نصوص تأمر الناس بالاستقامة وتحضهم على الطاعات والعبادة، ومن ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رواه إمام مسلم رحمه الله في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فينبغي للإنسان في أوقات الفتن والمصائب أن يفزع إلى عبادة ربه، ففيها الأمن وفيها النجاة وفيها العصمة من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالعصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل السفا، فلا تزره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الفتن أيها المستمعون والمستمعات تموج بالناس تأكل الأخضر واليابس، ولكن إذا لجأ الناس إلى الله تبارك وتعالى وفزعوا إلى العبادة
وتمسكوا بها بأنواعها المختلفة، فإن الفتنة تمر عليهم ولا تزرهم شيئا. كيف؟ وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى العبادة في وقت المصائب، في وقت الأزمة. ألم يكن يفزع عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر؟ ألم يكن يفزع عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقل المطر؟ فافزعوا أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات في زمن الفتن إلى الطاعات والعبادات، لأن النفوس تسترب في أوقات الفتن، وتطيش العقول وتحار، ويكسر القلق والخوف. ولكن إذا لجأ الناس إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أصحاب القلوب الثابتة، أصحاب القلوب المطمئنة الذين تربوا على الطاعات والعبادة وتصلحوا بهذا السلاح صلاة وصياما وصدقة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتوكلا على الله، ولجأوا إلى العبادة فحققوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي، رواه مسلم. أولئك تمر عليهم الفتنة ولا تزرهم شيئا. وها هو محمد عليه الصلاة والسلام حينما اشتد الكرب وعزم القطب وتكالب العدو عليهم مع اختلاف أقائدهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب ويوم الحجرة، يلجأ إلى ربه ويقول له أبو بكر رضي الله عنه في يوم الهجرة: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إنه للجوء إلى الله تبارك وتعالى، إنه الاعتصام بالله، إنه التوكل على الله، إنه التسلُّه بالعبادة في زمن الفتن والأزمة. فحرصوا، بارك الله فيكم، على ذلك. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم العبادة والحرص عليها في زمن الفتن، لأنها ملاذ ومنهج آمن، ولأن فيها الفرج، ولأن فيها فسحة للقلب والنفس، ولأن العبادة تنسي هذه الفتن وتعصم منها بإذن الله جل وعلا. ألم يذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم خبر أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار ثم توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأحب الأعمال؟ استقرب أحدهم ببره لوالديه، وتقرب الآخر بحفظ فرجه، وتقرب الثالث بأدائه للأمانة، ففرج الله عنهم ما هم فيه. أيها المستمعون والمستمعات، الجأوا إلى الله تبارك وتعالى في زمن الفتن، في وقت المصيبة، واقرأوا القرآن، وسبحوه، واستغفروه، وهللوا، وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وحذروا من الغيبة والنميمة، وفاحش القول، واحفظوا فروجكم وألسنتكم وجوارحكم، فالله سائلكم عن ذلك يوم القيامة. فعلينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونفزع إلى العبادة في زمن الفتن. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى: اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المؤمنين. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين ثم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.